قامت متاحف على مستوى كل بلدية اللي تمكن المواطن عبر كل بلديات الوطن من أجل تمكنوا من أجل النظر أو معرفة عن قرب ما هي صلاحيات وما هي مجالات تدخل كل بلدية فيما يخص المحيط اللي راهي فيه وفيما يخص تحسين الإطار المعيشي للمواطن بصفة عامة. يتحس المواطن قيمة المواطنة عند المواطن، هذه البلدية هي اللي تمدها وهي اللي تعطي لها واحد القيمة تخلي هذا المواطن يعطي قيمة هو فن البلدية تاعو. أنا الأول أننا نذكر أبنائنا وخاصة الجيل الصاعد أنه هذه المؤسسات يجب المساهمة فيها بالحس المدني يعني تعاون المواطن مع هذه المؤسسة حتى يكون دورها فعال. وين يكون نبعث له محمد؟